أنا مواليد 60، مدحت محمد متولي. أعرفهم اللي هم عايزين أجيب لهم من سوبر ماركت برضك 15 30 جنيه وبأكله واحدة واحدة. بيخلص الأكل مثلا تاني بجيب لهم تاني، يخلص تاني بجيب لهم تاني. اسمي ارتحت بعد العشاء أو قبل المغرب أو بعد المغرب أعرفهم اللي هم أكلوا، ها خلاص يبقى أنا أروح يعني أمشي. ربنا بيكرمني، ها بجيب الفلوس دي عشان خاطر طبعا ايه اجيب لهم اكل، اجيب لهم بيهم اكل، اكل انا برضك باكل نفسي واكل الحيوان. ربنا بيكرمني بعد ما انا باكل القطط خالص، ربنا برضك سبحانه وتعالى بيبعت لي برضك اللي ايه رزق. القطط عارفاني اه، بيشموا البني ادم، يشوفوني مثلا نيوي 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 ويجروا ورايا، لاني بص انا احبهم جدا لله سبحانه وتعالى. انا باكلهم ها وخلاص على كده برضك، اما بيعوزوا تاني يجوا ياكلوا عايزين يتغدوا مثلا بيجوا برضك ورايا، اعرفهم عايزين اكل. الناس تستغرب ازاي ما تاكل انت؟ طب قلت لهم لا انت، انا عايز اختم بربنا سبحانه وتعالى وفي اي وقت اللي انا اموت يمكن جايز دولت يشفعوا لي، ايوه دولت يشفعوا لي برضك، هاخد حسنات من جنبهم وبيدعوا لي في نفس الوقت. 15 20 يعتبر 20 قطه، يعتبر 20 قطه. بحب أكلهم ليه؟ عشان رحمة ونور على إيه والدتي، قلت برضك أخد برضك ها ثواب يعني تدعي لي تحت، يعني هي ميتة الله يرحمها تدعي لي. بقالي بتاع حوالي بتاع 8 سنين 10 سنين، أتمنى من الله إن ربنا أروح أزور النبي، ها أزور النبي، أروح اللي انا خدمه حجاج يعني اخدم هناك عند النبي عليه الصلاه والسلام، ها وربنا هو الرازق العاطي بس.